اهلا بيك يا كابتن، منورنا ومشرفنا في موقع في الجول. اهلا بيك يا حامد، انا اللي سعيد بوجودي معاك النهارده. في البدايه شايف احداث نادي الزمالك رحيل كارتون وتولي كابتن اسامه نبيه المدير الفني لنادي الزمالك. بص، لو بتسالني على المستوى الشخصي، انا مستر كارتون انا مش مقتنع بيه من اول ولايه الاولى حتى، وكل المدربين اللي اشتغلوا معاه عارفين الكلام ده كويس، وانا تحديدا لان انا اشتغلت ضد بعض يعني في المغرب لما كنت موجود في الدوري المغربي. الحاجه الثانيه، انا شايف ان رحيله بصراحه اتاخر، او وانا ما كنتش مع الرجوع اصلا. يعني انا لما تيجي تسالني على اي حد كمدرب او لاعب بيسيب النادي ويمشي في وقت انت محتاج له ووقت هو مشي من غير اراده النادي، انا ما برجحوش تاني، عشان برضو الكلام هياخدنا لساسي يعني. بالظبط، اه، دي بقول لك على ساسي، شايف ان ساسي وطلبة الجماهير بعوده ساسي مع هذا القرار ولا ضد؟ لا، انا بص، انا ماليش دعوه بالجمهور، بس انا بكلمك على رايي الشخصي. لو انا في موقع مسؤوليه، لا، مش ساسي بالنسبه لي، خلاص قصه وانتهت. لان دايما لما بترجع حد في الولايه الثانيه ما بيبقاش هو، بدليل كارتيرون، بدليل لعيبه ثانيه كتير لو قعدت اقول لك على اسمائهم. مدرب جه وعمل نجاحات على دماغي من فوق، يعني لما تيجي تتكلم فريرا ما تقدرش تقول تلت الثلاثه كان، انما اي مدرب ثاني جه وما عملش نجاحات او مشي او هرب، ما بلاش مشي، هرب وتجيبه تاني، انا ما بحبهاش. منذ 2015 كابتن طارق مصطفى مش موجود في اي جهاز فني نادي الزمالك، سببه ايه؟ لا خلاص بقى، انت 2015 انا كنت مدير فني الدفاع الحسن الجديدي، 2016 كنت مدير فني نادي العروبه، وبعديها نادي الفجيره الاماراتي، وبعد كده سافرت رحت المغرب تاني الحمد لله سريع وادي زم سنتين، ومن سنتين كنت موجود في منتخب مصر. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا شخصيتي يعني، انا دايما هم في ناس عارفه شخصيه طارق مصطفى، انا شخصيتي لا تقبل الا بالرجل الاول، مع احترامي للجميع يعني. فهيجي الوقت ان شاء الله ان انا اكون موجود في نادي الزمالك رجل اول، ونكون نحقق الطموح اللي انا محتاجه واللي انا حاسه واللي الناس عارفاه في طارق مصطفى وشخصيه طارق مصطفى يعني.